بسم الله الرحمن الرحيم. السيد نائب رئيس مجلس مدينة فاس، السيد نائب رئيس جهة فاس بولمان، السيدة ممثلة منظمة إيسيسكو، السيدات والسادة ممثلو المجتمع المدني، السيدات والسادة والسادات والأساتذة الطالبات والطلبة، حضرات السيدات والسادة، يسعدني أن أرحب بكم. قررت تقسيم إداري الآلية للنهوض بالتنمية المندمجة، كما أن الخطاب الملكي الأخير في عيد العرش يعتبر حاسما وموجها لهذا الورش الوطني، حيث يقول جلالته: كما أننا مقبلون على الجهوية المتقدمة بمختلف مناطق المملكة بما تتيحه من احترام للخصوصيات الجهوية ومن تدبير ديمقراطي من قبل سكان المنطقة لشؤونهم المحلية في إطار المغرب الموحد للجهات، انتهى كلام صاحب الجلالة. وانطلاقا من هذه التوجهات الكبرى في الخطاب الملكي، اخترنا موضوع الجهوية كورش للمشاركة النسائية ضمن الأوراش الوطنية الكبرى، حيث تعتبر هذه المبادرة لسن أسس جهوية متميزة وتفعيلها تتويجا سياسيا للمسار الذي شهدته الجهوية في المغرب، وخطوة بالغة الأهمية من حيث الثقة التي يوليها ملك البلاد في الكفاءات والمؤهلات البشرية الجهوية من خلال تشريفها بتدبير الشأن العمومي الجهوي الذي ستفعل فيه المشاركة النسائية، لأنها راغمت تجارب وخبرات مكنتها من المساهمة في صياغة مقترحات نوعية في مجالات متعددة ذكرت مساواة حقوق النساء، العدالة الجنائية للنساء، قانون مناهضة العنف، هيئة المناصفة، وكذلك المشاركة في وضع مجموعة من استراتيجيات انطلاقا من مقاربة ترتكز على النوع ومشاركة كذلك التشاركية. أسئلة كثيرة حضرات السيدات والسادة، أسئلة كثيرة لا شك أنكم تودون الإجابة عنها، أجوبة مقنعة سيجيب عنها نخبة من الباحثين والباحثات، الجامعين والجامعيات، والخبراء في القانون والاقتصاد والمقاولات، مشهود لهم بالكفاءة العلمية والحس المهني الراقي، يضيئون سماء فاس، بكر الحضارات وأم الحواضر وكر الحضارات والثقافات. وبعيدا عن لغة القوانين والدساتير، فإن جمعية فاس تحيي المرأة المغربية في عيدها الوطني على جميع إنجازاتها التي حققتها بالعلم، لأن المرأة تبقى بالعلم من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية. لكي لا ننسى نقول تحية الصمود للمرأة الكروية التي لا زالت صامدة في وجه الظروف المناخية والجغرافية والاجتماعية الصعبة. تحية احترام للمرأة العاملة التي تشتغل في قطاعات غير مهيكلة بأجور زهيدة لكسب معركة الكرامة. تحية إكبار لنساء الأرامل والمطلقات اللواتي يجاهدن لتربية وتنشئة أطفالهن رغم الظروف. تحية احترام لكل الرجال الذين آمنوا بإنسانية المرأة بعيداً عن لغة الحقوق والقوانين. وفضيلة الاعتراف بالجميل تلزمني بتقديم وافر الشكر والامتنان لذوي الفضل، كل واحد باسمه وصفته، من ساهم مع اللجنة المنظمة في تنظيم هذه الندوة من الفكرة إلى التنفيذ. باسم اللجنة المنظمة أتمنى كامل النجاح لهذا اللقاء الفكري الثقافي، وبالله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله. الجلالة الذي مشى على نهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشرية الذي اعتبر النساء شقائق الرجال. فأول ما يفكر المشرع المغربي ممثلة في التفاعة
استفادة وإرادة مولوية حكيمة وسديدة مؤازرة بتشريعات يعني من خلال الأجهزة الحكومية الأخرى. كان أول فضاء سعى فيه صاحب الجلالة إلى تحسين وضعية المرأة كان من داخل الأسرة قبل أن يفكر في تنميتها وفي فتح أفاقها للإسهام في التنمية في أي مجال من المجالات البشرية. ارتعى المشرع المغربي أن يكون الإصلاح من داخل الأسرة، فكانت أولى اللبنات التي كان القصد من ورائها جعل المرأة تشتغل بشكل مستريح ومريح حتى يمكن لها أن تبدع وأن تتميز. فكان ظهور الإصلاحات من خلال منظومة تشريعية قانونية تصدرها قانون مدونة الأسرة. وأنا حين سأشير إلى دور المناصفة ودور المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة كهيئتين دستوريتين تم إحداثهما مؤخرا من خلال دستور 2011، أشير إلى أن هذه الخطوات كلها كانت يعني متتالية لتحسين وضعية المرأة داخل فضاء لا يمكن أن نستغني عنه ولا أن نتغافل، ولا يمكن لأي امرأة أن تتنازل فيه عن وظيفتها الأولى، وظيفتها كأم، وظيفتها كزوجة، لأن متى حصل التوافق متى حصل الانسجام داخل هذا الفضاء وكانت المرأة شريكا بالمناصفة أو بالعدل أو بالمساواة أو بالإحسان حتى، فمفهوم الإحسان في الشريعة الإسلامية مفهوم يعطي للإنسان أكثر مما يستحقه. وهذا كان نظر دين جاء بثورة اجتماعية يثبت من خلالها أن المرأة هي الركيزة الأساس، هي المدخل القويم لكل فضاء يمكن أن يكون. إذن فجلالة الملك قبل أن يفكر في إصلاحات المجالات السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية كانت الخطوة الأولى منطلقة من فضاء بيت الأسرة. يؤكد بأن هذا المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة له مهام، أولى مهامه هو تتبع القضايا الخاصة بالأسرة والطفولة وإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات من أجل تحسين السياسات العمومية في هذا المجال. حينما تختار قوانين ومشاريع في مجال الأسرة لا بد من أن تكون من الجودة ومن الضبط ومن احترام خصوصية الآخر في هذا المجال، مع احترام لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، على اعتبار أن التجربة الإنسانية هي مزكاة من عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننفتح، أمرنا أن نفتح الحوار مع الآخر، مع غير المسلمين. إذا فكل ما يصدر من جهات البشرية غير مسلمة وكانت موافقة لروح الإسلام فنحن نرحب بها ونزكيها ونتعامل معها، وهذا كله تم استحضاره من خلال هاتين الهيئتين الدستوريتين المهمتين. تفاصيل أكثر ستطلعون عليها إن شاء الله تعالى من خلال التدخلات الموثقة. ونكتفي بهذا وأقول لكم أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. هي ضعيفة وتعرف بطئا في التقدم، فالنساء لم يتواجدن في المجالس المنتخبة إلا في فترات متأخرة، مثلا ما بين 1960-2003 وشارك النساء فقط بما بين 0.05%، ما بين 2003-2009 12.52%، والجميع يعلم أنها بسبب تمييز إيجابي، بحيث أن أكثر من 95% فزنا بسبب اللوائح التقليدية، بمعنى أن التمييز الإيجابي أفاد العمل النسائي. 12% أيضا لا تمكن من استحداث واقع كبير
ولكنها مكنت من ان نتواجد الان في هذه القاعه. نعم كما راى المنتخب اعيش تجربه كبيره الشان المحلي للمره الثانيه 2003 2002 2002 2015. خلال هذا المسار خضنا مجموعه من التجارب، رئاسه اللجنه الثقافيه بالمقاطعه، عضويه اللجنه الماليه في مجلس المدينه، نائبه اولى لرئاسه مجلس العماله، مشاركة في عدة لجان تهم تكبير الشأن المحلي، عمل جمعوي أعتقد أنه أحدث أثرا في مجالي، تجربة بسيطة تمكن من تحقيق سياسة قرب مع المواطن المغربي وخدمته بحسب استطاعة، ومن هنا أحيي مجلس المدينة لأنه يعني لأنه اعترف بعمل المرأة المنتخبة في مدينة فاس، وكما قال السيد الرئيس لا أقول نحن لا نريد أن نعترف، من يعترف بنا ولكن تحية خاصة له جميعا، وأعتقد أن المرأة عليها أن تساهم بشكل كبير في تطوير الشأن المحلي بشكل رأسي. لكن المرأة المنتخبة الحقيقة استفادت من مجموعة من التكاوين التي قامتها المديرية العامة للجماعات المحلية، فمن هنا الشكر موصول للسيدة العاملة نجاة سروق، لأنها في الحقيقة يمكن أن نقول على أن وصلت كامرأة ولكن منسات رأسها وعملت على أن تصل أخرين. ايضا المراه المنتخبه استفادت من سلسله من اللقاءات في اطار برنامج الحكام المحليه الذي تم تنفيذه بشراكه مع الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه والمديريه العامه. كانت هذه اللقاءات تهدف الى دعم وتعزيز المشاركه الفعاله للنساء المنتخبات في الحوار المجتمعي وتنظيم انتخابات الجماعيه. ايضا تعزيز قدرات منتخبات الجماعات المحليه حتى تتمكن من تحسين خدماتها الموجهه للمواطن. تنمية وتطوير قيادة نساء المنتخبات محليا لتعزيز مشاركتهن الفعالة في المجالس المنتخبة والجماعات على المستوى المحلي والجهوي وتحقيق ثقافة السر، لأن بدون ثقافة السر الوقت لا يسمح بشرحها، لا يمكن أن نسير كمنتخب. ورشات ورد عيشنا مجموعة من الورشات تمكن معرفة حق القانون المرتبط بأحكام الدستور وتوجهات الجهوية المتقدمة. والشكر موصول للسيدة ملكة بكران وأبو مستعد في هذا المجال. ولعل المسار الانتخابي لجهة فاس بولمان في شقه النسائي كان أوفر حظا من الشق الرجالي، إذ وكبت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لنضالات نساء المنتخبات بالجهة، وتم تكوين شبكات إقليمية في كل من فاس بروب ويعقوب ليتوج هذا المسار النضالي بتأسيس منتدى جهة فاس بولمان، وهي شبكة لنساء جهة فاس بولمان. أنا كريمة الحساني أستاذة في السلك الثانوي التأميري. الحقيقة هذا اليوم الوطني للمرأة هو يوم كيشهد بالخدمات ديال المرأة المغربية وداك الشيء اللي قدمته للمجتمع، وبلا ما نحتاجوا أننا نقولوا عليها حتى شي حاجة، المرأة المغربية كتبقى فاعلة اللي دارت بزاف ديال الحوايج سواء خارج الوطن أو داخل الوطن، أعمال ممتازة وأعمالها رائعة. وكنتمنى أن كل مرأة مغربية كان عندها الإرادة باش تخدم هذا الوطن تخدم من القلب ديالها وما تنتظر حتى شي إطراء من حتى شي واحد، لأن الإطراء كيجي من عند الله سبحانه وتعالى. وشكرا. خصوصا الأشغال ديال هاد الدواري اليوم، خصوصا الأشغال ديال هاد اليوم الوطني، حقا أنا ماشي من الجمعية ولكن نقدر نقول لك بأن المنظمين ديال الجمعية تبارك الله راهم عرفوا كيفاش ينظموا ويسيروا، وحب حضور ناس مستوى وناس أسيدة جامعيين خبراء اللي يعني صرحوا بكلمات اللي كتشيد بالمرأة وقالوا في حقها بزاف ديال الحوايج، وما يمكن لي نضيف أنا عليها حتى شي حاجة من هادشي. رسالتك النساء المغربيات؟ رسالتي النساء المغربيات كانت من الله ان هاد النساء ديالنا، لان احنا ما نقولوش بان كل شيء يعني عنده عقل ديال يتقدم القدام، كنتمنى ان هاد النساء المغربيات يساهموا في تطوير الوطن ويساهموا في اعمال اجتماعيه ويساهموا في انهم يزيدوا القدام وينساو القضيه ديال الصراع بين الرجل والمراه، بالعكس لان الراجل كيكمل المراه والمراه كتكمل الراجل، ما كاينش صراع حقيقه الواقع.